بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في الفيديو ده ازاي نتعرف على كيفية اصلاح القصبة او عود الصنارة، يعني لو عندك فك من العود اتكسر من النص عاوز تصلحه والعود عندك مهم مش عاوز ترميه. طبعا نتعرف دلوقتي على كيفية اصلاح هذا الفك. ده طبعا انا عندي عود صنارة اتكسر معي وانا بصطاد من الفك العلوي من تاني فك من اعلى صنارة، زي ما انت شايف كده بعد اللبلوب اللي هو فوق ده الفك التاني على طول اتكسر اللي هو لونه اخضر. طبعا نتعرف الوقت ازاي هنعمل له عملية إعادة إصلاح من جديد كأنه جديد من غير ما تحتاج تروح لحد، والبيت يعني وانت قاعد في البيت بأقل الإمكانيات وأقل التكاليف، يعني يكلفك مثلا يكلفكش ريالين ثلاثة في الحدود دي. طبعا ده العود من أعلى، زي ما انت شايف الصورة التوضيحية فوق اهي. انا كده الحلقتين راكبين، فانا مش هضطر اسخن الحلقة واطلعها برا ولا حاجة، زي ما هي الحلقة راكبة خالص. تاخد الفك المكسور ذات نفسه وتعمل عملية يعني صنفرة للجزء المقطوع من الناحيتين، عشان لو في اصلا رتوش ولا حاجة. اهو زي ما انت شايف كده ادي الجزء الاول وده الجزء التاني اللي داخل جوه العود كله. لاحظ ان ايدي اليمين ده فيها العود كله، ودي اصلا كمنها ملهاش حلقة مكسورة يعني، فبتدخل وتطلع على طول. فدي الفك التاني اللي هو مكسور كسر كسر يعني كأنه منتهي خالص يعني. يعني لو حد ما عندوش خلفية يقول لك محتاج ايه تبديل الفك ده كله، ولكن انت ممكن تعيد اصلاحه من جديد وصيانته ويبدأ زي الجديد خالص، يتحمل معاك برضو الشغل من البيت. طبعا دي اهو عملية القطع كانت هنا تقريبا في ربع العود في ربع القصبة من فوق، ربع الفك من فوق و تلات ارباع تحت يعني. تجيب انت صنفرة خشنة كده زي ما زي ما انا قلت، وبعدين تصنفر الجزئين، تحاول تصنفرهم عشان الرتوش اللي فيها. ده الجزء الأول صنفره كده، والجزء الثاني أيضا. سنفره برضو بنفس الطريقة وتبدأ بقى ايه تشوف اتجاه القطع فين، هتبقى اتجاهات داخلة وطالعة، فتحاول تظبطها على نفس ايه القطع بالظبط. كده تحاول توفقها على اساس ان ايه تكون مستقيمة معاك، ونفس القاطع يكون ايه
متناسق مع الآخر. زي ما انت شايف كده، طبعا هي بعد الصنفرة بتختلف جزء بسيط منها القطوع يعني، فتحاول انت تظبطها بقدر الامكان. اظن كده الوضع مناسب كده. تحاول بقى تجيب شترتونة أو لزق خشن شوية، اللي هو مدعم بالخيوط ده قوي يعني، زي كده قطعة صغيرة كده، مكلفكش حاجة أصلا. تبدأ تقص منها على قد ايه، بس كده تقص منها على قد القطع بالظبط اللي انت محتاجه. طبعا دي كبيرة، انت هتقص منها كمان، واذا احتجت تاني تستعين بيها. فبتجيب حاجة بسيطة خالص على اساس ان هي ما تعملش ايه سماكة في العود اكتر من اللازم يعني. ده بس هي مجرد ان هو يمسك يدعم ايه، يدعم العود معاك على اساس ان هو يبقى ايه ماسك ومتماسك القطعتين مع بعض. وده لازم اهو موجود في البقالات كتير أو في السوبر ماركت. تبدأ تاني تظبط ايه القطعتين مع بعض على أساس إن هي تتوافق مع بعضيها. وبعد كده تلزقهم بنفس اللزق اللي معانا ده، ده جزء. طبعا هي دي اهم خطوة، ان انت توفق بين القطعتين وفي نفس الوقت بتلزقها باللزق القوي ده على اساس ان هي دي بتمسك القطعتين مع بعض. تبدأ كده، دي اول خطوة ان انت بدأت، واهم خطوة في الموضوع كله ان انت بدأت تتماسك القطعتين مع بعض بنفس ايه القطع. بعد كده لما لزقنا كده القطعتين مع بعض، هنجيب خيط اهو زي ما انت شايف كده، خيط رفيع. يستحسن لو عندك خيط حرير رفيع كويس، مفيش خيط حرير ممكن تجيب خيط بلاستيك عادي من اللي انت بتصطاد بيه عادي، بس يكون مقاسه 25 20 بقدر الإمكان يكون رفيع يعني. وتبدأ تقطع حتة على قد ايه خيط يعني، على قد الاستخدام، ما تجيبش البكرة كلها عشان تسهل معاك اللف. وتلف من فوق لتحت أو من تحت لفوق يعني، المهم انك هتلف يعني، اللفات تكون متماسكة قوية شديدة، متخليهاش مهوية أو حاجة زي كده، تكون شديدة ومتماسكة وبجوار بعضها على أساس إن هي إيه تبقى قوية في التماسك أو في قوية في الحامل العود ببعضه.
هتبدأ تجيب من فوق لتحت أو من تحت لفوق، وتمشي بنفس الترتيب وبقوة زي ما انت شايف، هتقعد تلف كده طبعا ضاغط على على كل لفة، بتضغط عليها بصبعك على أساس إن هو تكون شادة ما على العود. هو انت واخد بالك ان في طرف خيط طالع من تحت لفوق وانت قاعد تلف عليه، هي دي بتساعد ان هي تمسك معاك القطعتين مع بعض. غير كده انت هتعمل دلوقتي خيه عاديه، نعمل خيه عاديه خالص في العشر لفات الاخاره كده، وقبل ما الخيط ينتهي معانا نعمل خيه على اساس لما نيجي نقفل الخيط نقفله بطريقه مظبوطه ما يفكش معانا تاني. طبعا كنا عملناها في الفيديو السابق الخية دي، وعرفنا ان هي بتتعمل ازاي، قطعة خيط عادية بتعمل لها خية وبتلف عليها ايه عليها 10 لفات الاخرة دي على اساس ان هي تتماسك، وبعدين بتدخل الخيط في الخية وتشده على اساس ان هو يكون تحت ال10 لفات دول ويتجذب من تحته، يبقى كده انت احكمت اغلاق الخيط بدون لزق او حاجة قبل ما تحط الامير عليه او اللاصق. هتيجي لك الوقت شوف حضرتك اهو، طبعا احنا بدأنا في الحاجات الاخيرة خالص، لاحظ جبنا من فوق لتحت ومن تحت لفوق، رجعنا تاني. كده احنا عملنا خية اهي زي ما انت شايف، لو تلاحظ انا بلف عليها الان، تلف لغاية ما الخيط ينتهي أو قبل ما ينتهي بحاجة بسيطة 5 سنتي ولا حاجة، تبدأ تدخل آخر الخيط في الخية دي ونسحب الخية عشان تطلع لنا طرف الخيط من تحت عدد اللفات اللي احنا لفيناها آخر لفات يعني. طبعا انا مكتر عدد اللفات هنا كتير على اساس ان هي ايه ان العود مقطوم، ان القصبة مقطومة خالص يعني. طبعا انا دخلت الخية فيها، هبدأ اسحب الخية عشان تسحب لي الخيط تحت. طبعا انا بشد الخيط اهو، مشدد معايا الخيط، بس وانت بتشد خلي بالك من اللي ايدك تكون على الخيط نفسه او على لفات الخيط اللي انت لف. شدت او لفت خلاص، طلعت معاك الخيط من تحت، بدأت تثبت بقى ايه بالامير كده شوية شوية، حاجات بسيطة على اساس العود يبدأ يمسك ايه معاك. طبعا لازم تستمر انك ماسكه
بإيدك العود كده على أساس إنه ممكن ينزل تاني منك أو ينكسر تاني، لأن لسه الأمير ما جفش عليه. تنتظر كده يا دقيقة أو دقيقتين على أساس يبدأ يجف معاك ويبدأ يتماسك، وبعدين تبدأ تكمل الأماكن الفارغة اللي لسه ما انتلتش بالأمير، تبدأ تملاها وتقص الزيادات بتاع الخيط الطرفين اللي فيها. طبعا وانت أثناء الكلام ده هتتحسس الفك الأخير، هل هو أصلا بسالك إن هو بيدخل ويطلع، ولا لزق الأمير فيه من تحت من الفك اللي أنت بتلزقه؟ تخلي بالك إن أنت لازم كل شوية تطلع الفك كده وتشوف هو حر ولا لأ، لأن لو أنت مخدتش بالك ممكن أصلا ينزل عليه أمير من تحت ويلزق فيه ويبقى الفكين لازقين في بعض، ما تعرفش تطلع الفكين من بعض. وبتحصل كتير لو حد ما خدش باله ان هو قاعد يلزق في الامير من فوق، ومتهياله ان هو يعني زبط الفك، ولكن التاني الفك الاخير تلقاه مسك فيه من جوه مش راضي يطلع عوضه. طبعا هنا الخيط الزيادة نبدأ، بس يجف شوية الأمير نبدأ نقصه، طبعا بعد ما جاف بنبدأ نثبت بقى الأماكن التانية اللي هي اللي لسه محتاجة تثبيت، أو إنك حاسس إن في فراغات فيها كتقوية للعود من الحتت الضعيفة يعني. شوف الفك الأخير أنا بقولك هو حر أهو، أنا كل شوية بتأكد إن هو حر مش ماسك فيه، اللي هو البرتقالي ده. طبعا خليني محافظ على انه هو بره شوية على اساس انه ما ملزقش في العود التاني.